بقى المريون انتم بتحكموا عليه يعني. انا هو المريون فيه مواصفات فنيه معينه، لانه كما الكهرباء عندها لاكارت جريز فيها المواصفات، المريون اليوم سواء في الفوت ولا في غيره ثم مواصفات معينه، ميزانه هو مش مبلول خداش وميزانه مبلول خداش، وابار من قبل ما نوصلوا ديزاين يشد في اللحم ولا في العراق كيف يشد، برشا حاجات فنيه. وهذه المواصفات الفنيه شرطناها على الشركه الالمانيه واستجابت، واحنا حتى في التشاور مع الملاعبيه في الفاز الاليميناتوار في الكوب دافريكا عجبها المايو بالكدا فنيا، والديزاين اكيد راينا احنا كاتحاد تونسي وراي جامعه تونسي لكره القدم وراي الشركه، واخذين راي بعض الملاعبيه قبل ما نخرجوه اوفيسيالمون، ونصور معناها ديزاين محترم يليق بالمنتخب التونسي في كاس العالم.